بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر. اليوم غادي نتكلم لكم على الدراسة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مجزوءات التكوين والامتحانات، وذلك بالنسبة للأساتذة المتدربون الناجحين والناجحات في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحق الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو، وبقوا معايا باش نعرفوا كيفاش كتكون الدراسة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. إذن التكوين التأهيلي للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. إذن هنا غادي نتكلم لكم على التكوين التأهيلي بالنسبة للأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية. هذا مقتطف من الإعلان ديال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحقي الاقتصاد والإدارة إلى غير ذلك. إذن هنا وكتذكير، يخضع المترشحون الذين تم إعلان عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة 8 أشهر. إذن مترشحون ناجحون في مباراة التعليم غادي يدوزوا 8 أشهر في المراكز الجهوية كتكوين. ثانيا، النقطة الثانية، يتقاضى المعنيون بالأمر خلال فترة التكوين التأهيلي تعويضا شهريا قدره 1400. إذا في النقطة الثانية كيقول لك بأنه هاد المتدربين في المراكز الجهوية كيتقاضوا وحدة التعويض أو منحة شهرية قدرها 1400 درهم. النقطة الثالثة، في حالة تخلف مترشح واحد أو أكثر من بين المترشحين الناجحين في مباريات التوظيف عن الالتحاق بالمراكز الجهوية أو بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدون مبرر مقبول في أجل أقصى 5 ديال الأيام، يتم تعويضه بعد إخباره بذلك بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق. إذن كيقول لك اللي ما التحقش بالمركز الجهوي كيعلموه أجل أقصى 5 أيام، إلا ما التحقش كيعوضوه بواحد المترشح أو مترشحة اللي مرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق. إذا الآن بالنسبة للمترشحين الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة، إذا يهدف التكوين التأهيلي إلى إكساب المتدرب المهارات والكفايات الأساسية وجعله أو جعلها قادرا أو قادرة على ممارسة مهنة التدريس. إذا في هذا التكوين التأهيلي غادي تكتسب مهارات وكفايات أساسية باش تكون قادر على ممارسة مهنة التدريس. إذا النقطة الموالية، يعين الأطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من التكوين التأهيلي في درجة توظيفهم بمؤسسات عملهم ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية. إذا الناس اللي كينجحوا في الامتحانات ديال التكوين كيتعينوا من بعد في المؤسسات. إذا السنة الأولى التكوينية هي اللي كتكون في المركز، وسنة ثانية تكوينية كتكون في القسم، تمتد على مدى سنة دراسية كاملة، تنظم على شكل تكوين بالتناوب، يخصص لإجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل لمسؤولية القسم، ودورات تكوينية حضورية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ودورات تكوينية عن بعد تخصص لتهيئة امتحان تأهيل المهني أو الكفاءة التربوية. إذا هنايا قلنا كيتعينوا الناس اللي كينجحوا في المؤسسات ديال العمل ديالهم. اذا سنه تكوينيه في المركز وسنه تكوينيه في القسم، بالموازاه مع الخدمه في القسم كاين دورات تكوينيه اما عن بعد او في المراكز الجهويه للتحضير للامتحان المهني. دابا الان بالنسبه للمترشحين الناجحين في مباراه توظيف ملحقي الاقتصاد والاداره والملحقين التربويين والاجتماعيين. اذا النقطه الاولى، يهدف التكوين التاهيلي الى اكساب المتدرب المهارات والكفايات الاساسيه وجعله قادرا على ممارسه المهام المنوطه به. اذا كذلك يكسب المتدرب المهارات والكفايات الأساسية باش يقوم بالخدمة ديالو إما كملحق الاقتصاد ولا الإدارة ولا تربوي ولا اجتماع. النقطة الثانية، يعين الأطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال التكوين التأهيلي بمسلك تكوين أطر الدعم الإداري التربوي والاجتماعي في درجة توظيفهم لمزاولة مهامهم بالمؤسسات التي ستحددها لهم الإدارة. إذن كذلك الناس اللي كينجحوا وكيستوفوا الوحدات ديالهم كيتعينوا حسب الخصائص. إذا الآن برمجة مجزوءات التكوين بالمراكز الجهوية، كيفاش كتكون المجزوءات ديال التكوين في هذه المراكز الجهوية؟ إذا أولا غادي نبداو بالتعليم الابتدائي تخصص مزدوج. إذا كاين فترتين، الفترة الأولى والفترة الثانية، يعني بحال السيمستر الأولى والسيمستر الثانية، الدورة الأولى الدورة الثانية. إذا الفترة الأولى كاين مجموعة من المجزوءات، تخطيط التعلمات فيه 30 ساعة، تدبير التعلمات 1 30 ساعة، تدبير التعلمات 2 30 ساعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم 30 ساعة، دعم التكوين الأساس 1
30 ساعة، دعم التكوين الأساسي جوج 30 ساعة، علوم تربية 30 ساعة، والديداكتيك 30 ساعة. إذن هادو هما المجزوءات ديال الفترة الأولى من التكوين. الفترة الثانية تدبير التعلمات 30 ساعة، منهجية البحث التدخلي 30 ساعة، تقويم التعلمات 30 ساعة، تشريع وأخلاقية المهنة والحياة المدرسية 30 ساعة، دعم التكوين الأساس 30 ساعة، دعم التكوين الأساس 34 ساعة، ورشة تحليل الممارسات المهنية 30 ساعة، ورشة الإنتاج الديداكتيكي 30 ساعة. كذلك هادو هما المجزوءات ديال الفترة التكوينية الثانية. إذا كما كتلاحظوا كذلك بالنسبة للتعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية عندهم نفس المجزوءات، لا في الفترة التكوينية الأولى أو الفترة التكوينية الثانية نفس الشيء. الآن بالنسبة للتعليم الثانوي، التعليم الثانوي كذلك عندهم مجزوءات في كل فترة. إذا بالنسبة للمجزوءات ديال الفترة الأولى، تخطيط التعلمات، تدبير تعلمات واحد، منهجية البحث التربوي التدخلي، تكنولوجيا معلومات والاتصالات في التعليم، دعم تكوين الأساس واحد، دعم تكوين الأساس اثنان، علوم تربية وديداكتيك. هذه مجزوءات ديال الفترة البينية الأولى. الفترة البينية الثانية، تدبير تعلمات اثنان، تدبير تعلمات ثلاثة، تشريع وأخلاقية المهنة، الحياة المدرسية، دعم التكوين الأساس 3، دعم التكوين الأساس 4، ورشة تحليل الممارسات المهنية، وورشة الإنتاج الديداكتيكي. إذن هادو هما مجزوءات التكوين بالنسبة للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية اللي دافعين للثانوي إعدادي أو الثانوي تأهيلي. بالنسبة لملحق الإدارة والاقتصاد ملحق الاجتماعيين والتربويين، ما كيناش لحد الساعة فكرة واضحة على طريقة التكوين. في حال التوفر عليها سأقوم بنشرها على صفحتي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري، أو سأخصص فيديو خاص بملحق الاقتصاد والإدارة والملحق الاجتماعيين والتربويين على اليوتيوب. إذن تختتم الفترتين الأولى والثانية بامتحانات المجزوء. إذن قلنا بأنه كل سلك عندهم فترتين تكوينيتين، الفترة الأولى فيها مجموعة من المجزوءات، والفترة الثانية كذلك فيها مجموعة من المجزوءات. إذن في الأخير ديال الفترة التكوينية الأولى غادي ديروا امتحان للمجزوءات، يعني امتحان في كل مجزوءة غادي تدوزوا فيه الدورة العادية، واللي ما توفقش كيدوز الرتراباش. كذلك في نهاية الفترة الثانية نفس الشيء، امتحان العادية إلا ما توفقتيش كدوز رتراباش. إذن ما تنساوش تدعموا محتوى قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، سواء كنت أستاذاً أو أستاذة، طالباً أو طالباً تستعد لمباراة التعليم، تلميذاً أو تلميذة تحاول فهم دروس المستويات الابتدائية والإعدادية، مرحبا بك قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات ديال القناة. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.